السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فرصة لكم فضل الفيديو هذا، غنوريكم واحد الشرح خفيف على طلب المساعدة المالية من المحسنين. أرقام هواتف المحسنين بالمغرب، أو كان قصد هنا الجمعيات الخيرية اللي كاينة في المغرب، وغتلقاو الروابط في أول تعليق. بطبيعة الحال إذا كنت جديد معنا متنساش تضغط على زر لايك وتشترك في القناة، وإذا كنت قديم تضغط على زر لايك باش تحفزنا باش نديرو جديد إن شاء الله. غتلقاو الروابط ديال هاد الجمعيات الخيرية في أول تعليق، وبطبيعة الحال كتهبط لتحتي. بالنسبة للجمعيات الخيرية اللي كاينين في الطلبيلة، كاينة جمعية البر الخيرية، كاينة جمعية العون والإغاثة، كاينة جمعية الرحمة الإسلامية، كاينة جمعية الإمداد الإجتماعي. كل هاد الجمعيات هادو كل وحدة فاش مختصة. مثلا نشوفو جمعية البر الخيرية، تقديم مساعدة للأسر المعوزة والأيتام والفقراء والمحتاجين في الدار البيضاء. جمعية العون والإغاثة وهي جمعية خيرية تقدم المساعدة للمحتاجين والفقراء والأيتام وذوي الإعاقة. جمعية الرحمة الخيرية وهي جمعية خيرية تقدم مساعدة للمحتاجين والفقراء والأيتام والمرضى. بالنسبة لجمعية الإمداد الاجتماعي، هي جمعية خيرية تقدم المساعدة للمحتاجين والفقراء والأيتام وذوي الإعاقة. بالنسبة لأرقام الواتساب ديال، هتلقاو الرقم الأول هنا بدا من هنا، 06 06 06 06. انا درت هاد الارقام هادو على حسب ما كتبغيش تكتب بلوس تكتب باش الاخر. كيف اتواصل مع المحسنين؟ عندك جوج طرق، يا تعيط لهم يا تقصدهم هما. بالنسبة للاخر خليت لكم اللوكاليزاسيون كلشي في اول تعليق، راسلوهم ولا شي حاجة. والمسهل ربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.